السلام عليكم متابعينا ومتابعاتنا الكرام. اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة كي تحصلوا على بشرة أطفال جميلة براقة وناعمة. إذا نحتاج لتحضير الوصفة إلى كأس من الحليب، نحتاج إلى القليل من الجوزة، ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من العسل. إذا كما تعرفون فإن العسل غني بأملاح معدنية، فيتامينات ومضادات أكسدة. نعرف أيضا أن الحليب غني بحمض اللاكتيك والذي يعمل على تبييض البشرة بطريقة طبيعية، وكذلك لدينا جوزة الطيب أو الجوزة كما قلت، وهي كذلك هي تحتوي على مادة تمنع من ظهور أو التقضي على البكتيريا وتلك الجزيئات الضارة التي تسهم في ظهور الحبوب وحبشباب بالأخص. إذا هذه الوصفة متكاملة من حيث العناصر، وهي كذلك يعني بسيطة والكل لديه هذه العناصر في المطبخ. إذا ما سنقوم بفعله لتحضير الوصفة هو سنقوم بخلط كما ترون أنا قمت بتحضير الوصفة مسبقا، لقد قمت بتحضير الوصفة مسبقا كما تلاحظون. سنقوم بخلط كأس من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الجوزة المحكوكة طبعا. سأضع هذه العناصر على النار حتى تغلي قليلا، يعني بضع دقائق، ثم سأتركها تبرد، وسأحتفظ بهذا المحلول في وعاء أو قارورة ويمكنني الاحتفاظ به في الثلاجة. إذا بعد ذلك في كل ليلة وقبل النوم، وطبعا بعد أن أقوم قد نظفت وجهي جيدا يعني بمحلول خاص أو صابون سائل خاص خفيف، سأقوم بوضع هذا المحلول على بشرتي يعني دون أن أمسحه. وفي الصباح طبعا سأقوم بغسله ووضع يعني كريم مرطب أو شيء آخر كما تريدون. إذا هذه الوصفة تعمل على إزالة البقع الداكنة بالبشرة، تقضي على الحبوب، ويعني تقوم بتصفية البشرة بشكل رائع. إذا يمكنكم عمل الوصفة كما قلت كل يوم، وذلك لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر، فهي ليست فيها أي مضرة ولا تؤذي البشرة بتاتا، بل على العكس تغذيها وتمنحها الرطوبة اللازمة. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا معنا على قناة مفتاح الحياة ليصلكم المزيد، أو اضغطوا على زر أعجبني، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك، وطبعا انشروا الفيديو لتعم الفائدة، وطبعا هذا يحفزنا على إعطاء المزيد. وإلى اللقاء في فيديو قادم.